في الحلقة السابقة. I have great news for you. You are coming. يا جماعة ماني قادر أصدق. أبدأ كلامي بتحية الإسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. أسمع رابي أنت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين سرادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس جديد وفيديو جديد يا حبيبي. أول شيء حبيت أشكركم على دعمكم بالجزء الماضي، الجزء الماضي جاب أكثر من 1,000,000 مشاهدة ودخل ترند في أغلب الدول العربية، شكرا لكم يا جماعة الخير. اللي ما اشترك في القناة يشترك، عندنا جزء ناري وأسطوري، هذا الجزء راح نتعرف على صديقي يوسف الإسباني وراح نتسيح في شوارع مدريد ونروح معقل فريق ريال مدريد. حيكون فلوق جدا أسطوري، ادعموه بزر اللايك من بدري بدري، ودون ما نطول خلونا نخش في الفلوق. يلا يا يوسف، وير كومينج يوسف، وير كومينج يوسف. من زمان اخر مره شفت فيها يوسف كانت واو سنتين ممكن. اي والله الفتره اللي كان فيها اللي شفته فيها كانت بدايه كورونا، كان وقتها موجود في السعوديه، كان عنده شغل في السعوديه، بعدين شويه شويه الدنيا بدات تقفل مع كورونا فراح سافر على اسبانيا. يوسف دوب ارسل لي يقول لي سياره برتقاليه اورنج كار. اورنج كار ذاتس انا اغرب شيء سمعته بحياتي، سياره برتقاليه شافين ولا ما تشافين السياره البرتقاليه. يوسف يلا ليتس جو برو، اي ويل هيد يو برو، اي كانوت بليف برو. طبعا ليش ما قابلنا يوسف الايام اللي قبلها؟ عشان يوسف كان مسافر مع الجيرل فريند، مع البيب، سافر راح انبسط. بس ناس تسافر مع البيب، ناس تسافر مع ماني. اي ماني معليه هذا حبيبي، انت بس يعني انت عارف، يعني انت عارف انا عارف بالله معرفين. اوكي 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 اوكي، وصلنا المول. ليش جبتنا هنا يوسف؟ تو شباب انتبهوا معايا. اوكي اوكي جايين معاك. اوكي انا الان في المستقبل، ما حكيتكم ما من هو يوسف. طبعا يوسف هو صديق عزيز علي جدا، اكثر من مره كان يطلع معي في السوشيال ميديا وناس بتتساءل من جاب عمر من واحد اسباني اسمه يوسف. اللي صار باختصار انه قبل كم سنه سافرت لاسبانيا، او بالاصح الوالد كان في اسبانيا وقال لي عمر يا اخي انا طفشان وانت عندك اجازه، تعال تعال اسبانيا، يلا يلا طلع لك تاشيره. ابوي حتفر اسبانيا والله، انا ابوي من النوع اللي يسافر كثير عشان شغله زي كذا، فصادف انه في اسبانيا وقال لي تعال، قلت له قدام جات من ربي. ولما وصلت اسبانيا يا حبيبي قيدوا ابويا هناك شغال في مشروع مع واحده من الشركات، قال لي عمر انا والله طالع اتعشى مع اصحابي تيجي معانا. انا والله بصراحه شلت هم، يعني قلت اصحاب ابويا يعني ممكن ناس ما هم في عمري، ناس كبار في السن يعني ما، بس يلا انا اروح ابيض وجه الوالد وخلاص. كلها عشاء في النهايه اكل بقى الحمد لله. والله يا حبيبي وصلنا لمكان العشاء وقابلت هناك اصحاب ابويا كلهم كذا ناس كبار، صراحه كانوا رهيبين الصراحه، بس برضو يعني فرق العمر تعرف اللي انت كذا جالس وسطهم اللي كيف تحس كذا انك منبوذ، إلين يطلع هذاك الشخص الوسيم الجميل اللي اسمه يوسف. طبعا يوسف هو الشخص اللي من الشركة الإسبانية، واحد كذا جميل لطيف كذا، وبرضه لقيته جالس زي كذا يسوي كذا، يعني حسيته مو مرتاح زي، انا على طول عرفت هو ليش مو مرتاح، لانه هو كمان صغير في السن يعني تقريبا عمره بعمري. اولا كومو استاذ، طبعا وقتها ما كنت اعرف اقول اولا كومو استاذ، كنت اقول هالو جود مورنينج بدري جود نايت، بس يعني هو انت فهمت الفكره. لا كيف حالك ايش اخبارك؟ فجاه لقيتني شابك خط معاه، قابلنا يوسف وروحنا نقابل كمان اصحابه. طبعا زي ما شايفين وصلنا المكان وهذول كلهم اصحاب يوسف. واتس نيم؟ علي نايس تو ميت يو علي. هاي جايز رسول، رسول نايس تو ميت يو. اند كريم ذا بيج جاي، واي از سيتنج يوسف هير اند اتس كريم هير؟ بيكوز هي از ماي براذر. يور براذرز براذرز فروم انذر ماذر. ان شاء الله تبارك الله، ان شاء الله ما يكون شيء ثاني، بس تعرفين قصدي. طبعا يوسف اخذنا المكان حق بولينج والعاب، وطبعا انتم تعرفون يعني ملك البولينج، افضل لاعب بولينج في مجرد ضربه تفاحه. شوفوا 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 يوسف السايح، شوفوا يوسف والله الله عليك، الله عليك يا يوسف يا بنا. يخرب شيطانه كيف جابه، شوف خلاص صار صاحبي وبدا يفضفض لي. قال لي عمر بصراحه انا كنت ماخذ، طبعا بالانجليزي، انا كنت ماخذ فكره غلط عن السعوديه والسعوديين، كنت احسبكم كذا شعب غريب الاطوار، بس طلعتوا رهيبين زيي. انا كان يجيني كثير عروض شغل عندكم في الوطن العربي وكنت ارفضها لاني كنت اخاف منكم العرب، بس طلعتوا ارهب مننا نحن كمان. يقول لي انت كوميدي وحلاوه ورهيب وشخصيتك، هو قال انا ما دخل هي شخصية الحلاوة دي، أنا ضفتها من عندي الصراحة، بس اللي قال لي إنك أنت رهيب يعني وكذا. شباب شباب شباب، الوضع خرج عن السيطرة. We need to win this. This time it's all in our mind. If we want to get 10 all of them, we get 10 out of them. وخا ها؟ وخا يا جماعة أغنبي وخا
يا اخي خلاص ما اعرف العب بولينج خلاص. اليوم الاعلان انا متاكد انه بيعجبكم لانه حاجه متعلقه فيكم. اليوم انا حاب اعلن لكم اني انا وقعت ودخلت رسميا مع تطبيق 360 فيوز. شو هو 360 فيوز؟ من اسمه تطبيق تقدر تصور فيه فيديوهات بتقنية 360 درجة، يعني أنا قاعد أصور فيديو أنت شايف كل شيء حواليه. فكرة التطبيق مرة رهيبة ومن خلاله راح تحس إنكم قريبين مني وأحس إني قريب منكم، راح تشوفوا كل شيء حواليا. وفي نفس الوقت في التطبيق راح أنزل فيديوهات هناك إضافية غير الفيديوهات اللي أنا بنزلها في اليوتيوب، تمتعوا بمقاطع جدا رهيبة هناك، وفوقها راح يكون عندكم فرصة إنكم تفوزوا في جوائز بالهبل، آيفون، بلاي ستيشنات، أكسس كل حاجة رهيبة تجي على بالك. انت قاعد تتفرج وتجمع نقاط فجأة تلاقي نفسك فزت بايفون ما تدري كيف. وانا قبل كم يوم نزلت مقطع هناك يا جماعة الخير، فلازم تروحوا تشوفوا المقطع، بحط لكم رابط التطبيق تحت في الديسكريبشن، روحوا حملوه الان وتفرجوا على مقاطع هناك واستمتعوا. حمل تطبيق 360 فيوز وانغمر معنا. قضينا اليوم هذاك مع يوسف ورجعنا نومنا في الهاستل الجميل لحالي انا وماني، وصحينا اليوم الثاني، ولما صحيت طلع ماني صاحي قبلي، يعني شفته كذا صاحي ويمشي في الغرفه، هذا صاحي انا بعدين مفكر ماني جاب لي هديه. والله جماعه ما تصدقوا ماني كمان كمان برو، ايش هذا؟ اني ما له داعي الكلام الحلو هذا. نو واي واو برو كمان، ذيس از لايك This is so expensive, I know. Well, thank you so much. You're welcome, brother. Thank you so much, bro. Thank you. انتو تعرفوا فيديو السيت اب حق المقر، انا اجمع الاشياء هذه، شوفوا ماني. Thank you so much, bro. Thank you so much. وانطلقنا هذاك اليوم. ليه؟ اليوم نروح للمعقل، المقر حق ريال مدريد. واليوم راح نوريكم عظمة الإنجازات، الكؤوس، الكرات الذهبية، كرة وراء كرة. هنشوف المتحف، هنشوف الناس الجميل اللي يشجعوا هذا النادي العريق. وكمان حيكون عندنا مهمة، مهمتنا هي إنه نقنع بعض الناس بعد ما يشوفوا الإنجازات إنه يعيدوا التفكير في حياتهم. مانشستر يونايتد Today we will show you the trophies. العظمة. مدريد. No Manchester United. No Manchester United. أوريكم فيها يا جماعة، أوريكم فيها. Now we're going to Santiago de Bernabeu, the stadium for the second best team in the world. يعني very good team, but the second best in the world. Let me tell you this. The number one is glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Let them decide in the comments which team is better, Real Madrid or Manchester United. The best club in the world. Welcome, guys. متحف العظماء، ملعب الكبار، حيث الأساطير يوجدون والمشجعين يفرحون. انطلقنا هذاك اليوم ليه؟ على سانتياغو برنابيو، أو في قول آخر سانتياغو برنابيو. إحنا إسبانيا نطق سانتياغو برنابيو في ديارتنا في مدريد. الآن راح نبدأ جولتنا في هذا النادي العريق. ماي جاد، كمان كمان كمان. طبعا هم قاعدين يسووا عملية إصلاحات أعزائي المتابعين، بس أنتم تخيلوا إن الملعب كذا جاهز. وكرة داخل بالراس. لوكاس يعطي باس ضغط على دينار. جماعة شوفوا قديش ده الكاس كبير، بعدين هنا كمان في كاس غريب تحسه مو كاس، ما ادري كيف كنا تحفوا في النيل. هات قفازات كورتو يا جماعة، سجل راموس. راموس اوه ماي جاد، روبرتو كارلوس. هذا الكورة موقع من بعض اللاعبين. يا جماعة انا ماني كروي متعصب، انا ريال مدريد فريق احبه بس، لكن لما اوقف قدام هذه العظمة احس بالفخر. كيف المتعصبين؟ ودي فين؟ مانشستر يونايتد دور ريال مدريد؟ مانشستر يونايتد. قربنا قربنا قربنا. هذه العظمة. This is why Real Madrid is the best club. شوف اتفرج يا حبيب، 13 شامبيونز ليج يا معلم. شباب مبروك، ماني سبورت ريال مدريد and this is the evidence. خلاص جبنا لكم الدليل. ماني
You're more than welcome to the greatest club in the world. You are a liar. No, I'm not. This, أنا قاعد أكذب. تفضل يا معلم. متصور مع كؤوسنا ويقول لك ما نشجع ناديكم. لا يا حبيبي. أنت He's a liar. There's only one team in the world. No, no. ريال مدريد. It is ريال مدريد. نجحت المهمة. Mission accomplished. كان يوم خرافي وانبسطنا في متحف ريال مدريد. شفنا الكوس والأبطال البطولات. الله الله. وفي هذيك اللحظة ماني غادرنا. ومشي. وانا قررت اقعد في اسبانيا كمان يومين عشان اخوض التجربة من الناحية الاخرى. احنا اتفقنا انه نحن نجرب نسافر باقل التكاليف. طب ايش الفرق بين اقل التكاليف واعلى التكاليف؟ نروح فندق يا معلم. طبعا الان وصلنا الفندق وبصراحة انا مستحي اعلي صوتي. هدوء وما في اي صوت غير صوتي. واحس صوتي مرة عالي مع اني قاعد اتكلم بصوت مرة واطي. مع ذلك تفاجأت انه الفندق تقريبا فولي بوكت، يعني كله محجوز، ما في غرف فاضية. انا اخر غرفة اخذتها الظاهر. وهذه زيادة عن اللزوم ولا انا اتعودت على الهوستل والازعاج والطبطنقة الناس الزح. والله ما ادري. روح للغرفة، نروح للغرفة. رحت فنادق كثير في حياتي. هذيك المرة لما رحت الفندق حسيت اني انا اول مرة اروح فندق في حياتي. حسيت بالدلع لأول مرة في حياتي. ما أدري إيش صار. هو الهستل توالي فورمات، هي المعاناة، هو هذاك اللي يشخر ولا ذاك اللي يصرخ، نساني الراحة ولا إيه؟ أوكي، هذه هي غرفتي. هنلاحظ إن هم هنا حاطين ستيكر. الستيكر هذا معناته غرفة معقمة. بعد ما يخلص تنظيفها يحط الستيكر هذا، يصير اللي حيدخل بعدها يعني لما أحد يفتح الباب ينشق الستيكر ويصير خلاص الغرفة صارت ما هي معقمة، في أحد دخلها بعد التعقيم. سيبوكم من التعقيم، خلونا الآن نخش الغرفة ونشوفها مع بعض. واو. لما دخلت الغرفة باموس جولاتو. والله ما ادري الغرفة هي واو ولا انا اشتكت للفنادق. عفنت في الهوستل، عفنت لا راح جنبي شخير وزفير وانا ما عندي الا سرير قد كذا. اول حاجة لاحظها في المكان الاضاءات الحلوة، مناشف خاصة مو زي الهوستل، صابون وكاسات، ما ادري ليه حاطين كاسات بس حاطين كاسات. بعد ما خلصنا المغسلة اللي هنا عندنا هنا بابين. هذا هو الدش يا جماعة الخير. طبعا يتميز الدش بنوعا ما انعدام الخصوصية، اللي يزرب جوا الدش راح يسمعوا اللي في الغرفة. ما عليك، نروح لهذا. في شيء هنا؟ بس سيفون. حمام جميل جميل. نبدأ الان في غرفة حبة حبة. عندنا هنا الدولاب، وطبعا انا هنا رصيت اغراضي تحت زي ما انتم شايفين. يا سلام، عندي دولاب، عندي مساحة كبيرة ارص فيها اغراضي زي ما ابغى. وعندنا كمان الان منطقة النوم والراحة. انا مرة مبسوط من اللون تبع يا اخي. التفاصيل دي انا ما بدي كده، دايما اروح فنادق اهم شيء مكان انام فيه. بس بعد ما سكنت في الهوستل احس انه كذا حسيت بالفنادق الدلع. ولا فاهمين علي؟ ما انتم فاهمين، انا برضه ماني فاهم. سرير جميل والوانه زاهية وبهية. طاولة هنا صغيرة، طاولة هناك كمان، ما علينا. عندنا تلفزيون، عجبنا في التلفزيون انه في اضاءات ورا. الظاهر في الليل هنا حيشتغل جو افلام. في شيء مره كذا استغربت من شوفه. شايفين التلفون كيف شكله؟ مو جايبين تلفون حديث، لا جايبين تلفون ده من حق ايام زمان. كيف اتصل؟ الو، انا بستخدم ذا التلفون يا شباب، ما ادري يلف وكذا يمين يسار، ما ادري المهم ما علينا. وعندنا هنا الاكشن يا جماعه الخير. هنا الكلام الصح، معانا ومعاكم البلكونه. يا سلام، اوف يا سلام يا سلام يا سلام. زي ما شايفين هذا بلكونه الجميله وهذا بلكونه الجاري. السلام عليكم جارنا، كيف حاله؟ هنا جارنا الثاني كمان سلام، ان شاء الله ما ينط علي في الليل وانا نايم. وهذا هو الفيو. طبعا عندنا هنا مبنى سوق، وهنا عندنا الجراند فيا في مدريد. جراند فيا تعتبر اكثر منطقه حيه في مدريد، اكثر منطقه فيها زحمه. شايفين هذاك؟ هذاك متجر ريال مدريد الرسمي. كلام كبير يا جماعه. في شيء لاحظته انا من اول قاعد اقلقل عليكم، اخوكم في الله عطش وجاي من برا وشمس وما ادري، ابى اشرب مويه. شوف ايش لقيت في الثلاجه. في الثلاجه لقيت لي حاطين الاثنين من دول. طبعا زي ما انتم شايفين يعني هذه رسمه مويه، مكتوب اغوا اغوا بالاسباني يعني مويه. بس ليه حاطين المويه في علبه حقت لبن؟ ما ادري اشرب ولا ما اشرب. والله خاف اشرب يطلع شيء بطال. بعدين تقولوا ماكسي دي حظ على ها. نقول بسم الله مكتوب اغوا يا جماعه الخير، احنا نمشي بالنية. طبعا المتابعين عندي في سناب شات يقول عمر اشرب يا عمر، بسم الله توكل على الله، يحبوا ويجرب اشياء علي. انا غلبان. اغوا مينارال ناتشورال، يعني شيء مويه طبيعي، حاجه ما ادري شو شكله، مويه معدنيه يقول لك. شرب واحده منظور، اشرب بسم الله. والله يا جماعة ما ادري ايش اقول لكم صراحة، بس هي موية. الله يستر، بس يا رب ما يجيني. زي ما شفتوا جربنا نسكن فاستل وجربنا نسكن بهوتيل، جربنا ارخص حاجة وجربنا اغلى حاجة. الان نجي للمقارنة. طبعا زي ما هو واضح،
زي ما هو واضح في الهستل ما في خصوصية، يعني أنت ساكن معك 10 أشخاص ما تعرفهم، وكل يوم ناس يروح وناس يجوا وناس يدخلوا، أنت يعني يدخلوا ويطلعوا من الغرفة ناس أنت ما تعرف هم معاك ولا مو معاك، كل شوية تشوف وجهة جديدة، فالتجربة شوية تخوف لكنها رهيبة من ناحية ثانية. قولك أنت بهستل ومعاك ناس في الغرفة يخليك تتعرف على ناس أكثر وتخوض تجربة السفر مو كسياحة، كأنك ولد الشارع، كأنك كذا يعني واحد من المدينة نفسها، وتتعرف على ناس زيك جايين اكتشفوا وتتعرفوا على ناس. فبصراحة على قد ما انه التجربة ما كان فيها خصوصية وكان الامان فيها ما هو عالي، على قد ما انه كانت رهيبة من ناحية اننا قابلنا ناس رهيبين، وتعرفنا في ناس كانوا مو رهيبين اي نعم، بس في ناس رهيبين. وخلونا ما ننسى انه التجربة كانت مرة رخيصة وللناس المتطفرة الموضوع مرة كويس. بالمجمل صراحة استمتعت. نروح للفندق. تجربة الفندق يمكن اغلبكم جرب، من ناحية الخصوصية رهيبة، فيها رفاهية اكثر، فيها راحة اكثر، فيها حمامك الخاص ومور مناشفك دنيتك، فيها ناس ينظفوا لك الغرفة كل يوم، يعني حاجة كذا يعني VIP. بس انها تعتبر غالية، ومو بس غالية كمان فيها حاجة ثانية، فيها عيب انا لاحظته لما جربت الهوستل، انها تخليك ما تتعرف على ناس او تتعرف على الكولشر تبع المدينة، لانك انت قاعد في الفندق لحالك، ما انت قاعد في وجه احد، ممكن تكون قاعد في وجه اهلك او وجه اصحابك، ناس انت دائما معاهم، لكن لما تنحط في هوستل مع ناس من نفس المدينة او ناس من مدن ثانية تتعرف على ثقافات مختلفة. فهل انا ندمان على التجربة؟ لا ابدا ماني ندمان على تجربة الهوستل، اكيد راح اكرر التجربة هذه مرة ثانية. واحدة من ارهب الاشياء في هذه التجربة موضوع الفلوس. المبلغ اللي وفرته عشان يساكن في هاستل مبلغ جدا ضخم، انا قعدت في اسبانيا تقريبا اسبوع، الهاستل تقريبا كلفني في اليوم بين 10 ل 20 يورو، خلينا نقول 15 يورو، لو اني سكنت بفندق في اسبانيا كان ممكن دفعت في اليوم 100 يورو اقل حاجه. فانا المبلغ اللي وفرته استفدت منه بحاجه، استفدت منه باني اشتري هدايا لاصحابي، نزلت متجر ريال مدريد يا معلم وطقيت لهم البلايز اللي يحبها قلبك. حياك الله يا مرحبا. هلا والله وينك؟ ايتين لا هلا تصوير يوتيوب وكذا؟ أول شيء الحمد لله على السلامة. إيش هذا يا برو؟ شيء جديد. قلت لك هدية يا أبو حمودة. برو. هلا مدريد. هلا مدريد. لا 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 يا برو إيش الهدية الحلوة دي؟ وين تبي كمان هدية يا برو؟ ما عندك صاحب جيد. الخير هذه كانت تجربة اننا نسافر باقل التكاليف. هذا كان بلوج اليوم، اذا استمتعتم اوصيكم يا جماعة الخير واشتركوا في القناة اذا ما انتم مشتركين، زر الجرس جدا مهم عشان يوصلكم المقاطع، ترى بنزل مقاطع دائما وكثير بيجون يقولوا عمر المقاطع ما توصلنا، حبيبي فعل زر الجرس وكمان فعل التنبيهات في جوالك عشان لما انزل مقطع يوصلك على طول، ما تفعلي زر الجرس وانت مقفل التنبيهات كيف توصلك المقاطع يا حبيبي؟ ما توصل. وهذا حسابي في الانستغرام، تابعوني هناك عشان تشوفوا صوري وانزل هناك احيانا المقاطع واشياء، تابعوني هنا التيك توك كمان بالمرة، تابعوني هناك. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بفلوج اسبانيا، وحبيت اذكركم بالمقطع اللي نزلته في 360 فيوز، خلصتوا الان من فلوج اسبانيا، تعالوا نشوف تجربه جديده بتقنيه 360 درجه، الرابط في الديسكربشن. وبس نشوفكم على خير يا جماعه الخير، السلام عليكم. سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكه العربيه السعوديه، اسم قناتي ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا قلت لي بنت تزوجت. لا لا لا.